الظاهر هادو المتجولين اصحاب الكرارس اللي كيبيعوا ويا عاطينهم بس فقط السبت والحد، الحين ما كاينينش هنايا نهائيا. هادو اللي كيفرشوا، شو الشارع نظيف ما كان فيش حد كيفرش. عندك هاد الشارع كان مسدود اللي فيه الصورة هذيك الهاي، عندك هاد الشارع حتى هو مسدود اللي فيه الصورة هذيك الهاي، عندك هاد الشارع حتى هو راه كان مسدود نهائيا بال مقفل بالكراراس والمتجولين هادو. لكن الحين اليوم الاثنين ما كاينينش، الدار عطاوهم السبت والحد، عطاوهم السبت والحد فقط، غير الموظفين اللي كينوضوا الصباح. ما الشارع كيكون خاوي، ليس المحلات مسدودة وكل شيء. هذا شارع افغانستان كنا صورناه من قبل هذا، لكن اليوم الاثنين صباح حاولت اصور، في يوم الاثنين. اللي عنده طير المحلات هنا عاوتاني رائع داخل ما بين الديور، على غير 50 متر تلقى نتاع الملوي وهذا، تلقى لي كافي، تلقى شيء رائع. لا بغيتي تريح في القهوة ولا بغيتي تريح في هذا، شيء رائع. هذه سيارة الإسعاف في الوقاية المدنية. صراحة خباز دجاج الخضار الميكانيسيان سوق هنايا بيسريب، شيء خرافي. انت حانوت هناك نشرو الماء، وهنايا نتاع مول الدجاج، هنايا مول الدجاج هنايا، وما نقول حداه مول الخضار دجاج. هذا ساحة شارع من الخطيب جاي في العمارات الرائعة الصراحة. هنا شو نشارع هنايا، مشروع ويجون كده ماين. الشارع هذا يخرجك لشارع بن سينا، خرجك لشارع بن الخطيب، هذا يخرجنا ويجون كده ماين. الشارع هذا يخرجك لشارع بن سينا، خرجك لشارع بن الخطيب، هذا يخرجنا لشارع بن سينا. هاي الحسني شارع بن سينا، نشوفوا اللوحة زنقة من الخطيب، زلنا في زنقة من الخطيب. المهم كاين الخضار، كاين شجر، كاين ناس عندها ثقافة التشجير. هذا شارع بن سينا، هذا كله شارع بن سينا. شارع بن سينا، هذا شارع عبد الرحمن، هناك شارع بن سينا، وهذه الأكاديمية، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، هذا الأكاديمية. الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة التربية تسطات، هذا الأكاديمية. الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة التربية تسطات تحتفل بذكرى الذكرى 25 لتربع جلالة الملك محمد السادس نصر الله على عرشه الأسلافي.
وهنايا القطب المالي هناك ترام الاخر راه جاي اوقف له. القطب المالي القطب المالي شارع عبد الرحمن غادي حتى لعند ديال عنده فروج حتى هو كيوقف واقف ورا خاوي هنا طريق عبد الرحمن غادي حتى عين دياب نزاهة مقهى نزاهة كاين نتا قالك تسخنها تحطها على الركب كل واحد كيقول كل واحد شنو كيقول ما شاء الله تبارك الله التشجير والخدمة الصحيحة عسى يتمر فينا بس يتمر فينا الحاجات هذه نتمتع بها ونشكر ونحمد ربنا شو الناس خدامة ما شاء الله تبارك الله نظافة وشغل الله الدايم هذا الشارع اللي فيه عمود الشارع اللي فيه عمود الفروج الثاني غادي نلقاو انفا بارك حر لكن شوية هواء هواء في الظل مازال الناس كتبني هذا أموت هذا الشارع اللي جيت منه من شارع عبد الرحمن كيجددوا له الرصيف وكي هنا الفيلا اللي فيها سيارة هذا سوبر ماركت هنا المباني اللي منطقة المطار القديم منطقة المطار القديم فيها مباني من موراها القطب المالي هذاك المسجد اللي كنا صوبنا من بعد ليكول فرونسيز FEI ليكول فرونسيز انترناسيونال هذاك المسجد راه هذيك ليكول قدامه